الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخواني أخواتي، كيف حالكم؟ إن شاء الله أنتم لاباس، أحوالكم بخير، نسأل السلامة للجميع، الله يفرج علينا وعليكم أجمعين. إخواني أخواتي، هذه أخت جزائرية، صراحة لقيت في فيديوهاتها أمور مفيدة للتوعية. هذه أخت جزائرية تزوجت بتركي، المهم صاروا لها مشاكل مع زوجها تركي، ويعني على حسب ما شفت في الفيديو الأخير ربما تطلقت. على كل حال، المهم هذا الأخت صراحة أنا أشكرها كثير يعني على صراحتها يعني، وحكيت عن مشاكلها يعني اللي صاروا لها وغير ذلك. يعني لما تسمع الفيديو تاعها يعني تعرف بأن كل ما يعرض في قنوات اليوتيوب وكل ما تشوفوه في القنوات اليوتيوب والصفحات من أزواج أتراك ويعطوهم أن الصبغة رومانسية وأنهم رومانسيين وأنهم يعني فارس الأحلام اللي تتمناه كل بنت كما يصورون في المسلسلات. هذه الأخت تحكي عن يعني بصراحتها تحكي عن الوضع الحقيقي وعن نفسية الرجل التركي، يعني كيف كيف الرجال، كيف كيف على حسب ما شفت أنا الرجال كيف كيف يعني في العالم. مشاكل تاع الزوج، مشاكل تاع ذهنية الزوج، مشاكل تاع الأهل، ومشاكل بزاف صوالح يعني. المهم أنا أرى إخواني أخواتي نتبعوا شوية ما مقتطفات من كلامها، لأنها والله لا مفيدة يعني، وأشكرها على صراحتها، ونتمنى ربي يفرج عليها وفرج على أمثالها. ولكن أريد أن أنبه فقط إخواني أخواتي، صراحة لاحظت بأن قنوات تاع الجزائريات اللي متزوجين بالأجانب صراحة قليل 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 يعني يتكلم بصراحة وتهضر ويعني وتوعي البنات، قليلات كثير يعني بزاف يعني قليل اللي وعوا، وكثيرات يعني كثيرات منهم يهضروا غير على زوجي التركي، زوجي المصري، زوجي السوري، زوجي كذا، ويعني وبينوا غير الأمور إيجابية، أما أمور سلبية أو يصارحوا بنات لا، قليل بالمقارنة مع مغربيات اللي متزوجات بالأجانب. على كل حال يعني على الأقل في قنواتهم كاين أمور تاع التوعية، أمور تاع الصراحة، أمور صريحة يقولوها يعني، ولكن نحن توعنا صراحة راهم دين قطعة تاع بنات، راهم دين يعني عدد كبير من بنات الهوية بسبب هؤلاء اللي فاتحين قنوات ويشجعوا البنات على الزواج بالأجنبي. المهم هذه أخت نشكر على صراحتها، نسمعوا شوية واش تقول. ولكن أريد أن أنصح إخواني أخواتي، كل وحدة، كل جزائرية يصارها مشكل مع زوجها أجنبي أو تطلق، ويعني وتحكي قصتها، هي تحكي قصتها يعني بنية توعية البنات، أتمنى من الناس يعني يكونوا واعيين شوية، يكونوا يرتقوا شوية يعني، علاه تستشفوا فيها، ما يستشفوش فيها يعني. ماذا بنا كل أخت جزائرية تحكي قصتها واش صار لها لتوعية البنات ولإيصال لهم حقيقة الوضع واش صاري، باش البنات يكونوا حذرات، ويعني يعني ما يتغروش بشي اللي يعرض عليهم في المواقع التواصل الاجتماعي، في الصفحات يوتيوب، قنوات يوتيوب، صفحات فيسبوك وغير ذلك، وتيك توك، يبينوا بأن أمور عايشين في يعني في حياة خيالية ورومانسية وغير ذلك من الأمور التافهة، والله كله تمثيل في تمثيل. ولهذا نتمنى أخواتنا، أخوات اللي صار لهم مشاكل يحكوا قصصهم، ونتمنى من الآخرين ما يستشفوش فيهم، هذا غباء، هذو أغبياء، هذو أنت أخت تنشر قصتها للتوعية، يجي واحد يجي يستشفى فيها، ألا تستشفى فيها؟ خلاص تزوجت ويعني عاشت حياتها وديت التجربة وراح توصل التجربة للبنات باش ما يوقعوش في الخطأ. دوك نتا على تستشفى فيها صراحة، حنا فينا ديفو يعني، الأجنبي ما يتهموش، حتى إذا بنت بلادنا أخطأت ويعني وصلها طلاق وتحكي قصتها، ما يلوموش الأجنبي، يلوموا هذيك الأخت اللي حكيت قصتها ويستشفوا فيها ويقولوا شح. والله احنا عندنا مجتمع غبي، ناس غبية، فكرة تاعهم غبية، كثيرات بسبب هذا الشيء، كثيرات من الفتيات يعني ولاو ما يحكوش قصصهم، ويعني ولات التوعية ما توصلش للبنات، ما كاش أفضل يعني أسلوب للتوعية مثل القصة واقعية صارت الأخت وتحكيها للناس. لكن يا للأسف احنا توعنا هم السبب اللي خلاو كثيرات من الأخوات ما يحكوش قصصهم،
وتفضل الصمت على أن تتعرض للسب والشتم ويعني يستشفوا فيها. لهذا ارتقوا شوية، يعني استعملوا عقولكم شوية يا ناس. احنا نريد أن نوصل التوعية للبنات باش الناس تكونوا واعيات والأسر يكونوا واعيين، لكن يا للأسف انتم تخسرونا كلش. كل ما نديروا حاجة للتوعية يجون واحد الجماعة اللي تستشفى والناس اللي تسب وتشتم وغير ذلك، يجيك تخسر لك الخدمة. دوك انت يرحم والديك، انت واش بينك وبينها؟ يعني جيت لها خطبتها رفضاتك، يعني واش تعرف قصتها؟ انا كراك تهدر وتسب فيها وتشتم فيها. خلاص ربي يقدر لها تعيش تتزوج باجنبي وصار لها طلاق وصار لها مشاكل، صاي. المهم تفيدنا بقصتها وبتجربتها، يعني يستفيد بها البنات ويستنفع بها البنات والاخوات، لان فتيات اخرى يعني راهم رايحين للواد صراحه، هذا بخصوص بسبب القنوات والقصص اللي راهي تشجع البنات على الزواج بالاجانب. لهذا اخوانا اخواتنا ارتقوا شويه، وكل اخت يصالها مشكل كونوا معها وتضامنوا معها وكونوا معها، يعني كونوا معها ونتضامنوا معها، ويعني ونشروا قصتها، مش نستشفوا فيها، لا نشروا قصتها للتوعية، لإيصال التوعية للبنات. ويعني صراحة هناك جهل كبير، جهل كبير وصاري. المهم إخواني أخواتي نديروا مقتطفات لكلامها ثم نعلق، تابعوا إخواني أخواتي. يعني مازال ما كانش جديد وما بانش حاجه جديده. لو بانت حاجه جديده اكيد راح نخبركم. تحيه ليك هاجر. وين راكي ناوي تستقري بشكل نهائي؟ لحد الان راني بشوف بفرج عليك. اللهم امين حبيبتي. انا حبيت نقول لك حاجه برك، انت ما شاء الله عليك بنت متربيه، حاولي انك ترجعي لدارك وراجلك وعلى جال اولادك. ما قدش نرجع حبيبتي لانه عندي اسبابي، وانا من النوع اللي كنت كيما نقول في السوشيال ميديا ما كنتش مبين اللي هو كل حاجه مبينها، كنت مبين بس الايجابيات. قلت لكم المره اللي فاتت انا من النوع اللي مبين برك الايجابيات، السلبيات اللي هي في عيشتي اللي هي قدر الله ما شاء فعل في عيشتي انا كنت قانعه بها وكنت عشتهم وريتها لكم وعشتوا معايا يعني يوميتي الحقيقيه. مي حياتي الزوجيه ما كنتش مبينتها لكم، كنت مبين لكم غير الحاجه الايجابيه اللي هي الى اخر لقيت راحي كما قال لك. لا 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 هنا ساسكت قليلا. لكم فيديو وخلف الفيديو كانت عندي حرب عالميه ثالثه. انا من النوع اللي خلف الفيديو نبكي ونسحب دمعتي ونطلع في الفيديو عادي جدا ونضحك ونلعب ندير لي ستوري ونعرض روحي العشاء ونقول باللي عرضوني، يعني باللي عرضني. كنت هذاك النوع اللي تعمل بغي جنبي، راكم فاهمين ليسونسيال. لو نقول لي مشاكل او راح نوقع في مشاكل راح نطلع منها ثاني. كملوا البنات، قلت لكم لو حتى نعرف روحي بلي هنا في تلمسه راح يلحقني ويسبب لي مشاكل او يحرقني كيما حرقني في سي وكيما حرقني في وهران راح نخرج لها من تلمسه نورمال. اوكي يعني بعض الاحيان نرجسيه ما شد كيما نقولوا ما جمعتنيش، ما قالتليش بنتي شكي باغيه شو ماكيش باغيه، ما حاورتنيش، يعني كيما نقولوا خلتني كيما نقولوا تايهه. انا بروحي تايهه وزدت كثر تهت اكثر وندمتي عليها. حاجه درتها وندمت عليها اني تزوجت اجنبي واني تغربت وانا صغيره واني تحملت مسؤوليه فوق طاقتي، واني سكت واني تحملت واني كنت نفوت وما كنتش نهضر الحقيقه واني كنت نكذب على المتابعين، كنت نكذب عليكم واني كنت معيشتكم يعني موهمتكم بلي انا كيما نقولوا حياه الورديه الى اخره، واني ما كنتش نهضر الصراحه واني ما هضرتش الحقيقه. لدرجه انه نهار اللي تعبت وقلت صعيد كاع قالوا لي كنت عايشه غايه كاش لي حسن عاوني ولا هادي اللي ندمان عليها. راكي راضيه على الحل اللي راكي فيها؟ مجرد سؤال اكثر. راني راضيه الحمد لله، راضيه لدرجه انه كي نرقد في الليل نرقد وانا نضحك، وكي نوض من الرقاد نوض وانا فرحانه. لدرجه مالغري عندي كتافي راه مهدودين ومالغري عندي مسؤوليه تاع اولادي ومالغري راني كيما قال لك تعبانه نفسيا، مي كومام هذاك ما تقديش على الزقم، ما تقديش على الحس، ما تقديش على الدبازي، ما تنضيش على الدبازي، ما تنضيش على السبان، سب الاهل الجلاله، سب الشتم الاصول صوالح. يكفي انه انا كيما نقول لك بانت لي با يهضر مع ولادها الو بغيت تهضر معاهم هاك اي صحابي بعد كوبيتي ولا. يكفي انه انا راني متحكمه في هذاك التليفون، هذاك الصوت تاع الانسان ما راش داخل لي في مخي. يكفي انه راه كي عيط لي انا نتحكم في ديك لابيل، نبغي ريبوندي ولا ما ريبونديش، مي مانيش حارمه تاع ولاد راه يهضر معاهم ويشوفهم بلا كامو. يكفي انه انا داك الانسان مارش دخل لي في عقلي، مارش انه انت حاطه راسك والمخده هو واقف عند راسك ويقول لك قصه عندها 100 عام ما با ما صرات لكش معاه يروح يجبدها لك عادي جدا ويحللها لك ويشرحها لك نورمال. احترامي ليا مش تقول لي ثاني كنت عارف يا خويا اخويا وديني البريفو تقعد تعرف شي كيما عوايدك انا جا بصح تفوت ليسونسيال.
راح ترجعي لزوجك؟ لا، هو صراحة راح باغي نرجع، مي انا مانيش باغية، وتواصل معي شحال من خطرة، وغير البارح قالها لي، قال لي رجعي وما زراني باغيك واللي عجبتني البنات، اللي عجبتني لا عجبتني البنات، بعت لي ميساج، مي ما قاتش خصوصيات ما حش نديرها لكم، بعت لي ميساج قال لي هداوينا، عرفت علاش ماماك تزقات معاك وتبرات منك وزحفت منك باسكو انتي ما تشبيلهاش. قلت لها صاي، يعني عرفت قيمتي مني في روطار دروك هادي، وانا عرفت بلي ما كنتيش كيما نقولوا ما تفهمتيش مع ماما باسكو انتي زي وهي زي. لا خلاص، انا كيما نقولوا انت مادام اعترفت انا صاي، انا راني راضيه، راني راضيه على عيشتي، وراني راضيه كيما نقولوا، راني فرحانه لانه اعترف، لانها جات منه. فهادي عجبتني، تحيه لك والله العظيم، كي استعرضت داك هو كاع صح. واللي عجبتني اكثر انه ما راحش نرجع، مي يرسل لي لي ميساج اللي بعثهم لي، كيفاش قال لي رانيا على بالي باش نلقى وحده تحملني كيما كيف، رانيا اللي تحمل لي فوتي معايا، ما وحده ما تفوتهاش وما تصبرلهاش. كيفاش مانيش عارف كيفاش كنت كيما نقولوا فخر ليا قدام دارنا، مستعرف بيهم يعني، هو مستعرف، هو راه باغيني نرجع، مي انا مانيش خمام نرجع، ما نكذبش عليكم، ماشي صاي كيما نقولوا مالغري تعرف مي سي تروطار درو، كيما قالك لي اللي انكسر ما يتصلح، كيما نقولوا انا ضربيني زرقيني زرقيه تروح، ننسى لك ديك الضربه بصح باش تعايريني وتهينيني وتقيسيني بالهضره، هذه اللي ما ننساهالكش. قلت لي علاش بينو رجال ملاح في الفيديوهات معظم اليوتيوبرز من بعد كي توقع المشاكل اللي غلطوكم المتتبعين تغضبوا عليهم. انا وحده من الناس راني رحت ضحيه، ماشي ضحيه، رحت انا كيما نقولوا ما كنتش كيما نقولوا ما كنت حكيمه في قراراتي، وكنت مبين في هذاك الجانب انه انا امراه سعيده، وانه انا يعني مستقره، وانه انا يعني عندي الحب هو كلش، وانه انا يعني هانيه، كنت نضحك على المتتبعات باحترامي ليهم، كنت مبين لهم هذاك الجانب. سلام رانيا، بغيت نصحتك اسك حابه تسخري في الجزائر اللي تستاهلي تاكلي علي بالشلاط احبيبتي. انا ما خربتش داري، الدار هذيك انا اللي درتها، اللي تحطوك مشاهدين انا اللي درتها، انا ما خربتهاش، انا عطيت فرصه لنفسي من بعد باش نرتاح جسديا ونفسيا، انا ما خربتش داري، انا برك انه جبدت روحي، بس كي جبدت روحي فجاه لقيتهم كلش انقلب، هو من جهه ماما، من جهه خوتي، من جهه با، فهمتي؟ فانا ما خربتش داري، وانجبرت انه انت يا راجل عايشه مع 6 سنين ونهار تقول لها دير لي بي، يقول لي ما عنديش دراهم البي، زيدي كيما قعدتي 6 سنين زيدي 10 سنين واحده اخرى، ويا ربي لك لا لوف لا لميت لك، خدم تشوفي دراهم بي، ما كانش دراهم بي، قال لي ما عندكش حل واحد اخر، خلاص انت طبطبتي ونحركتي ونشويتي ونقليتي على داركم على بلادك، دارنا زيني شيني، كنت متوحشتهم متوحشتهم، هذيك حاجه تخصني، توحشتهم باغي نروح لدارنا، ولادي كبروا ماما ما شفتهمش، دارنا ما شفتهمش، دير لي بي ما كانش، تسلف جيب لي ما كانش، خدم ما كانش، اش غادي ديري مدام تخلي له دارك تروحي تسلفي انت من جهه اخرى؟ سكتي رميصه، رميصه عبزي عبزي دوك يسكت، انت مدام تروحي تسلفي من جهه اخرى، تسلفي باش ديري بي وتخلي له دارك معمره، وانت راكي متاكده بلي 40% 60% راح ترجعي للدار، وهو ديجا كان يقول لك كون تروحي شهرين تفوتي شهرين انا راح نطلقك، لو فوتي شهرين راح تطلقي وما ترجعيش لعندي، يعني في مزك انت انا الدار تعبت عليها وعمرتها وفرشتها وتعبت عليها وطحت ونط، ونروح انا نتسلف دراهم، كاين الحباب اللي سلفوني كنت قادره نتسلف دراهم ونروح فاكونس ونعاود، قلت لها غادي نروح فاكونس، لفت فيها رقعت 6 شهور كل عام بشهر، 6 شهور باش نولي، شي يقول لي لا رحتي مدار غادي تروحي تقعدي شهرين، فوتي شهرين ترسك ورقه تطلعي تاعك، فاش ندير انايا بلا ما توصلي ورقه تطلاق ونخسر صوالحي كيما قال لك، بعت صوالحي وخليتها على البلاط كيما لقيتها. بمختصر يعني اختصرتها عليك، زيدي جواجك ما رجعتش لتركيا، كي جا جا باش يستقر، لانه كان داير مخططات هو وماما انه انا لو رجعت له راح يكمل معايا، لو ما رجعتلاش ماما راح تزوجه، فانا راجع عنده حياته، ماشي راجع يعني عمر عنده حياته، وكانوا عنده مخططات من الاول، كان باغي هو باغي يردني، مي ماما قالت له ولا ما رجعتلكش انا نزوج ولدي، زوجي راح ترجع لتركيا ام لا، ما نبانش الايام المقبله راح تبان ان شاء الله، نرجع له انه سمعت بودني كيفاش تقول له نزوجك، اللي خليت نكره اني نرجع له، في ميزك انت ماما كتقول راجلك الراجل، عندي 26 عام ولكن الاعضاء تاعي والعظومه والضخامه والعظومه راهم يعاملوا فيا معاملات وحده عندها 96 عام ولا عندها قرن، يعني العظومه تاعي راهم يعاملوا فيا معاملات وحده كبيره، مي انا حقيقه يعني انا صغيره ولا عندي 26 عام، لا بغيت تزعم. ما هو سبب عدم رجوعك لتركيا؟ انه تعبت وعنصريين وعييت نحمل فيهم ما قدرتش، مالغري جيت الجزائر وبعت عليهم مي هما ما خطاونيش،
عده اسباب اللي ما تخلينيش نرجع لتركيا. حتى لو رجعت ما رجعتش لهذيك المنطقه، ممكن هو انا كنت الحدود نرجع للحدود هذه عادي. كيف تعيشين حياتك بدون امك ولو تطلب منك الرجوع؟ شوفوا باش نقولكم انه انا اللي كارها ماما ولا ني بعض تاولا مانيش عارف نكذب عليكم باسكو مكاش دريه شو انا لك سوريا راني داي موقف منها باش تعرف صح من الغلط. انا ما كيمش ملي باش ليسونسيال انا داي موقف وعطيتهم التيسه البنات صح نجاوب على واحد السؤال لابد اني ما باس معنا. كان كيما نقولوا كان مع مدام ليبيه وتسيبارا معها وتزوجني انا شغل حره صاب جاي صلح خطا بخطا اكبر منه ليسونسيال تزوجني يعني بغاني وتزوجني وكاع وتزوجنا يعني حب الحمد لله واكدوا لي غير على الحب غير الحب الحب اشيرت هو كلش الحب ليسونسيال قعدت كونتاكت مع مور العرس انا عروسه جديده يروح يقول لي رايح ما طيبش الماكل كما اي عروسه يقولها ما طيبش الماكل رايح نطيب نجيب مطلع اي واه يروح يبعد يحكي في التليفون لا يحكي في التليفون يحكي بالسوايع الماكله تجيني بارده وانا غير فوت وسكت ما كاينش عارف يحكي مع وضع اصلا. وواحد النهار تينا ديت النيميرو واحد النهار كنت مجمعه حدا جا ميساج كتب لها حسبي الله ونعم الوكيل فيك جيت انا قلت لها تعمل ذا النيميرو والله هذه كيما اليوم انا قلت لها قلت لها تعمل ذا النيميرو قال لي صاحبي اسمه عبد الحق ولا اسمه قال لي راه يضحك معايا قلت لها اوكي شدرت انا اختكم ماشي من العاجزين بلوكيها نديرها في لا ليست بلوكي اللي هي يدخلوا لي ميساج كاين لا ليست سبيسيال اللي يدخلوا فيهم دخلت في هذوك قلت لها خوزن قال لي ميساج تاعو دخلت في هذوك لا ليست تاع البلوك ولحيت النيميرو تاعها وعيطت لها طفله الو طفله شكون تيا قالت لي شكون تيا قلت لها انا مرت فلان قالت لك لا انا صاحبته لا قال لي بلي قلت لها وين تعقدنا قالت لي لا نهار العقد تاعكم قال لي راح نعقد مع صاحبي تركي على وحده عراقيه انا يعني وليت العراقيه وهو ولا صاحبه عقد كاع ما تركزوش معايا قلت لها لا انا مرته هو وين تعقدنا وهو وين تاع العرس وراني عاد عروسه 3 ايام 4 ايام والى اخره واجهته وهو انا هضرت معاه وهو برا كي دخل واجهته كيما واجهته هرس تليفونه زاد غلط تليفوني هرسه على الحيط طاح فيا زرقني من كل جهه وطريق داك الماما ماما قالت لي طلقي كنت مال عروسه 4 ايام قلت لها اش غادي يقولوا الناس داك الوقت ماما قالت لي طلقي قالت لي دار وقت خرجي سموك تطلقي قلت لها ماما اش غادي يقولوا الغاشه حامبوك يقولوا 3 ايام غادي يحصلوها فيا غير انا باسكو العرب عرب التفكير تاعهم واحد يقول لك حامبوك عروسه 3 ايام ولات ما جايش قلت لها ما نطلقش كيما قال لك بالك يتسقم جات ماما جمعت هضرنا منا حليناها فريناها بدل لابيس قربت لها ماما لابيس بيدها قالت لها سي بون باش ما تزيدش تهضر مع ديك الطفله وديك الطفله ولات ترسل لها رسلت لي وين كان يخدم في خدمته رسلت لي كادو اللي هو زوج حجابات قالت لها هذوك كادو المرت مش عارف كاش كدير زوج حجابات المهم وفوتها وقلت معليش وانا هي الصح وكيما قال لك انا اللي تخلص لداره وكنت صغيره اصلا كيما قال لك خرب داري وانا اصلا اللي اخترته وزوجنا عن حب المهم ضربت ملي كنت سيمانه وضربت انا شهر وضربت شهرين وثلاث سنين وعام وعامين وكملت حتى لدروك المهم عنديش كيستيون ربي يعني تقدش القلب على خاطر عارفه ابنها كنت ندير في فيديو يعني اكيد ما راحش نقول ما صدقتش باسكو مدار يضربني انا جايلهاش يعني اكيد لازم كي نخدم مقلب اكيد انه لازم يكون فيه شويه زيادات لي زي بيس فما راحش نقول لك بلي انا يا مدار يضربني بصح اليوم فهمت اتفق معاك ما جاياش تاكي معاه في الدار راكي باغي تحافظي عليه باغي تحافظي على دارك ما جاياش تروحي تهضري على حاجه كيما نقولوا تاع باينه غتقولي بلي جامي يضربني اش غادي يقول مدار يضربني غادي نحافظ على داري الاشتو لاخر دقيقه كنت محافظ على داري حبيت ديالك هو نسجل فيه في البالكون خاطر الاضاءه انا بيها راكم تسمعوا في الصوت تاع الروان بزاف راه يدور في بالكم وراكم تطرحوا عليا بزاف وترسلوا لي في البريفيو بعد خصوصا بعد ما شفتوا لاشين الاسم تاعها تبدلوا الصوره راكم تقولوا لي رانيا بعتي لاشين رانيا لاشين خونوها رانيا لاشين مبعت نقول لكم البنات لاشين ما بعت راهي موجوده وراني مدخله فيها ادمنه راهي تعاونوا فيا فيها يعني مشدت لي القناه هذه الاولى وانا اللي نخدم على القناه الزوجه كما على بالكم لي لايف وكاميرا نديروا في قناه الزوجه اللي ديالي قلت لكم نضموا قناه الزوجه يعني ما تخافوش القناه ما خونتش صح هذا حبوباتي اني نخدم على هاد لاشين ونخدم على لاشين الزوجه اللي هي لاشين تاعي الثانيه اللي فتحتها جديده كما على بالكم هاد لاشين كانت راح تعرض يعني كانوا راح يبيراطوها لي لذلك اضطريت اني نبدلها الاسم والصوره ونبدل الايميل ورقم التليفون والى اخره وجميع البيانات بدلتها باش نقدر نحافظ على هاد لاشين الاولى ولاشين الزوجه راح تلقاوها في صندوق الوصف في اول تعليق متبس اول سؤال البنات لكم تسولوا لي بزاف تقولوا لي وين عمر راه هنا في الجزائر راه
يحرم على روحه ربي يوفقه. ثاني سؤال البنات، راكم تقولوا لي راني على ماكش روحي عند داركم، نقول لكم باللي عندي خويا شكون حداني كونتاكت معاه، خواتاتي البنات اني كونتاكت معاهم في التليفون كيما على بالكم الفتره اللي فاتت سوريا جات عندي وكانت عندي ضغط هي وايمان، قعدوا قريب سمعنا وشوروا يعني وصل على البيترو خلينا هاليا كيما علاقتي بتحسنت مع خواتاتي البنات اكيد راح تحسن مع ماما في يوم من الايام. سؤال ثاني اللي هو شدرتي فطله، الحمد لله كما قال لك قضيه ما زريت تمشي وان شاء الله باذن الله تقريبا الشيء في هذا الشهر عندي جلسه اللي هي نطق بالحكم اللي هي الحضانه لمان كاين دوك حنا في واحد الوقت البنات السوشيال ميديا هي اللي كيما نقولوا كلش راهي مسيطره على كل روح باغي المشروع تاعك ينجح دغيا السوشيال ميديا عندك مانيش عارف اكثر يعني كل مره كتشري منتجات من عندهم كل ما كي راح ندير زياره لليبيا وراح ندير لكم واحد لي فلوغ في ليبيا نوري مسحه مسا ايماجيني ما دخلتش 500 محمد حطها فلاك خرج ب 500 ندير لهم مثلا صباح كي نجيب هودتهم نهود لهم بديميل وحش نطلعهم بديميل اسكو انا بيا راكم تسمعوا في الصوت تاع الروان بزاف راه يدور في ايدو. السلام عليكم زينات كي راكم ان شاء الله كامل تكونوا بخير على خير ان شاء الله كيزكم هذا الفيديو تكونوا في افضل صحه وفي احسن حال ان شاء الله. اول حاجه بغيتكم ديروها هي تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. المهم أخواني أخواتي هذه يعني خلاصة الفيديو يعني هذه الأخت حكيت واحد الأمور جيدة يعني عند الحقائق اللي يخفيها اليوتيوبرز الجزائريات اللي متزوجين بأتراك ومصريين وغير ذلك. حقائق هذه واحد يعني الحياة الواقعية التي يخفوها يظهرون أمور إيجابية فقط يعني. وهذه أخت نشكرها على صراحة. وثاني حاجة ديروها هي ديروا جمل نشكر على صراحتها وصراحة نشكر على صراحتها لأنها يعني كلامها في غاية الأهمية ويبين بأن يعني واش يعرض في القنوات واش يعرض في الصفحات كله كله تمثيل يعني واقع هو واقع والرجال يعني في كل عالم قاع كيف كيف كلا رومانسي ولا هم يحزنون ولكن للأسف كثيرات هناك قنوات يعني فاتحين قنوات وراهم يغروا في البنات ويضحكوا عليهم أصحاب الصفحات أصحاب القنوات اللي راهم يدحموا البنات الهاوية. هذا ما عندي إخواني أخواتي والسلام عليكم وأتمنى من هذه الأخت إن شاء الله تفتح تهضر على المواضيع التوعية توعي البنات لأن عندها عدد أكبر من المتابعات يعني على الأقل يعني تفتح قصص وتحكي للبنات وتوعيهم وتحذرهم من الشيء اللي راه صار يعني في الواقع لأن كثيرات من البنات والله لا راهم ضايعين لدرجة أن هناك عائلات راهم يرسلوا بناتهم يعني زوجهم الأتراك في عمرها 18 سنة الطفلة 18 سنة يزوجها لتركي في عمره 30 سنة يعني هذه وين صارت يعني المشكل يتسب فيها الأسرة والبنات كذلك يعني. صراحة أنا أرجو من أخواتنا شوية يوعي شوية يحكوا قصص شوية يوعي أخواتهم بناتهم يعني لأن كثيرات راهم مغرر بهم يعني وبالمقارنة مع مغربيات راهم يوعوا بمغربيات والله فتحين قنوات يوعوا ويحكوا الواقع لكن احنا والو احنا ما كاش قليل قليل اللي تحكي قليل اللي توعي على الأقل ديروا فيديوهات ماشي غير فيديو واحد توعوا به ديروا كثروا الفيديوهات وحذروا وبينوا لهم بان يعني بان الواقع شيء وما يعرض في قنوات اليوتيوب وغير ذلك شيء اخر. هذا ما عندي اخواني اخواتي والسلام عليكم.